أخبار اليوم. محطة غرق الشهداء أو التزاحم اللي بيحصل في محطة الشهداء بيسبب لي أزمة كتير، لأن زحمة كتيرة جدا وتزاحم طبعا في كل العربيات، العربيات متكدسة جدا ما بنعرفش ناخد نفسنا، حتى لو حد خرج يعني ابتدي إن هو يحاول في محطة الشهداء تبقى زحمة، البنات وسط الولاد يعني المنظر بشع على السلم، يعني حالات إغماء بتحصل، مشاكل كتير. طبعا فتح محطة السادات ده هيوفر المشكلة أو هيحل المشكلة بطريقة كبيرة جدا، هنخفف الضغط عن الشهداء، مش هنلاقي التكدس اللي بنشوفه، احنا هنرتاح اساسا في محطة الشهداء، الناس اللي بتبتدي ان هي تحول ممكن تنزل في السادات، هنلاقي العربية ما فيش التكدس اللي بيحصل فيها وحالات الاختناق في الصيف، احنا مش مستحملين اساسا الضغط اللي بيبقى في قلب العربية. فالحل فعلا ان هم يفتحوا محطة السادات ولو كمحطة تبادلية من تحت مش اكتر. طيب بصوا، مبدئيا محطة الشهداء يعني سمعنا كتير عن المشاكل اللي بتحصل والزحمة اللي بتحصل بسبب ان هم قفلوا محطة السادات، وسمعنا كتير قوي ان السادات هتتفتح كمحطة انتقالية بس عشان ميدان التحرير وكده، وده ما حصلش، مع ان ده لو حصل هيخف زحمة كتير قوي عن الشهداء، يعني في ناس دلوقتي بتروح بيحصل فيها حالات تحرش كتير وتزاحم وحالات اغماء للبنات، يعني لما بتلاقي ان المحطة بس الباب بيتفتح فيها بتلاقي 200 و300 واحد على الرصيف والزق والدفع، ممكن اصلا يحصل حالات وفاة، الناس تقع في مكان المترو، فيعني هيبقى حل كويس جدا لو السادات اتفتحت كمحطه انتقاليه واسمه دوت، يعني هتخف الضغط كتير عن محطه الشهداء، غير اصلا انا اعرف ناس صحابي كتير يعني بيجوا من المعادي وكده بيفضلوا ينزلوا محطه السيده زينب ويكملوا مواصلات عشان ما ينزلوش الشهداء والزحمه والضرب وكده، بيبقى معاهم بنات ومعاهم اصحابهم فبيبعدوا عن الشهداء، فالشهداء دلوقتي بعد ما كانت يعني محطه الناس كلها بتبقى بتروح تغير منها لسكك ثانيه كله بيبعد عنها دلوقتي بسبب الزحمه اللي بتحصل فيها. يعني فكنا نتمنى ان محطه السادات تكون مفتوحه عشان تحل ازمه الشهداء دي، لان طبعا المحطه ضيقه وبيبقى فيها هجوم شرس جدا من كل ان يبقى ستات ورجاله على بعض، والمحطه نفسها زحمه خصوصا كمان ان الجامعات والمدارس نزلت، فما فيش اي وقت خالص بيبقى في المترو مش زحم، على طول زحمه، ما فيش اي فرصه خالص للنفس، حتى المترو من جوه بيكون زحمه جدا، ما فيش اي تنظيم، حتى مثلا الشرطه المفروض انها توقف الدنيا وتبقى بتنظمها او كده ما فيش اي تنظيم، برده نفس الكلام بيحصل، الناس بتنزل من اللي هي المفروض المخصصه للصعود، ونفس الكلام نفس الحوار ونفس اللخبطه اللي بتحصل، ما فيش اي تنظيم خالص. حتى السادات لو اتفتحت هتكون طبعا حل ازمه كبيره جدا، لانها طبعا اكبر من شهداء شويه وهتحل ازمه كبيره، لان معظم التحويلات هتكون فيها، ممكن نفتحها للتحويل الداخلي طالما في مشاكل امنيه او كده زي ما بنسمع، ممكن للتحويل الداخلي، بس ليه الفكره دي مش تطبق لغايه دلوقتي؟ اتكلم. والله موضوع محطه السادات دوت برضو بيسبب لنا مشكله في المواصلات وبرضو في شغل الموظفين والكلام دوت، بس احنا برضو يعني بنحترم راي الناس، بس عايزين برضو حل، يعني عايزين حل المشكله ديت ان هي برضو تتحل، بدل ما ننزل الشهداء ونغير وبعد كده نروح مثلا نتاخر عن شغلنا ونتاخر مثلا وقت، بناخد وقت برضو اكتر في المواصلات والكلام دوت، غير طبعا الشغل وغير الكلام دوت، فاحنا يعني نفسنا برضو المشكله دي تتحل، ويبقى مثلا السادات ديت لو اتفتحت هتحل برضو ازمه مش احنا بس، طلبه وموظفين وناس كتيره جدا، واحنا برضو دي حاجه بسيطه يعني ان احنا مثلا تبقى السادات والجيزه ومن الحاجات اللي المفروض تتفتح، لان برضو بتسهل لناس كتيره المواصلات والكلام دوت. طبعا المحطة النهاردة كانت زحمة جدا، وكان في طبعا كمية شباب، في ناس اصلا بتستغل الزحمة دي عشان تدخل تلاقي البنات، وزي طبعا المترو بيقفل يعني النهاردة العدد كبيرة جدا لدرجة ان المترو قفل على ناس، في واحدة اتقفلت ورجليها اتزنقت في المترو وفضلت كمية المترو كله رجليها بره المترو، وزائد ان محطة السادات مقفولة، فانا بفضل المواصلة العامة عن المترو دلوقتي. الشهداء بقت بالنسبه لي عباره عن كابوس، واحد لازم ينزل يلاقي خناقه، يا اما بلطجيه يا اما الشرطه بتتخانق مع البياعين، يا اما الناس بتدافع من كتر الزحمه، بس بعد بالذات قفل محطه السادات مع التعداد السكاني الزياده، حالات تحرش حالات سرقه كل يوم، الواحد بجد خلاص يعني نفسه يلاقي اي بديل للمحطه